من يحسن التذلل بين يديه ويطيب للصادقين الخضوع بين يديه، ويا من الأمر كله إليه، يا حي يا قيوم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، وقفنا ببابك ولذنا بأعتابك، وكان ذلك شرف منا شرفتنا به، ساقنا إليه توفيقك، وساقنا إليه إرادتك، وساقنا إليه فضلك علينا. فيا من أكرمتنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وجعلتنا من أمته، وأوقفتنا في الموقف الذي وقف فيه، فناجاك لنا وسألك لنا وتوجه إليك في شأننا، واقتفى أثره صحابته الكرام وأهل بيته الطاهرين العظام ومن تبعهم بسلام على قدم الاستقامة، فأتحفتهم بالكرامة، وها نحن شاركنا الوفد فوفدنا إليك، وقمنا بين يديك كرما منك علينا، فضلا منك واصلا إلينا، فها نحن وهذا أنت، أنت الله الأكرم، أنت الله الأرحم، أنت الله الأعظم، أنت الله الغفور، أنت الله الستار، أنت الله قاضي الحوائج، أنت الله كاشف الكروب، نحن عبادك الضعفاء المساكين المقصرون المذنبون الخطاؤون، أيقنا أن لا رب لنا سواك، ولا إله لنا إلا أنت، وأن لا ملجأ لنا إلا إليك، ولا استناد إلا إليك، ولا اعتماد إلا عليك. فجينا بالتوفيق نشابه الفريق، ونطلب الثبات على أقوم طريق، والشرب من أحلى رحيق، فاكفنا التعويق وشر التعويق وأهل التعويق. اللهم لا تسلط علينا قاطعا يقطعنا عنك، من نفس ولا من هوى ولا من دنيا ولا من شياطين إنس ولا جن. حصنت نفسي وأحبابي هؤلاء وأهل عرفة والمقبلين من المؤمنين في المشرق والمغرب بك يا حي يا قيوم، بك يا حي يا قيوم، بك يا حي يا قيوم، من شر النفوس الأمارة، ومن شر الدنيا الغدارة، ومن شر الشياطين المكارة، ومن شر الأهواء. اللهم فاكفنا ذلك، واسلك بنا أشرف المسالك، وجنبنا جميع المهالك، ها نحن بين يديك، والحال لا يخفى عليك. يا إلهنا يا إلهنا يا إلهنا، في صحائفنا ذنوب، في صحائفنا سيئات، في صحائفنا معاصي، في صحائفنا خطايا، من لها غيرك؟ من لها سواك؟ المذنبون لمن يرجعون؟ ومن يقصدون؟ وإلى من يتوبون؟ يا إلهنا يا إلهنا، حقق بالتوبة من حضر ومن غاب، اسكب علينا من فيض جودك المنساب، وارفعنا إلى مراتب الاقتراب، بدل السيئات حسنات، بدل السيئات حسنات، قبل أن تغرب هذه الشمس من على عرفات. إلهنا لا غربت إلا وقد غربت الذنوب من صحائفنا، والسيئات من دواويننا، والكروب من أقطارنا، والشوائب من قلوبنا. يا رب عرفة وأهل عرفة، ويا من تفضلت بالمعرفة على أهل المعرفة،
يا الله نسألك بسيدهم أن تجعلنا من أسعد الخلق بجودك في عشيتنا هذه، في ساعتنا هذه، في مقامنا هذا. لك العز ونحن الأذلة، فأعزنا بعزك، عزنا بطاعتك، عزنا بقربك يا الله. ولا تخيب رجاءنا، ولا ترد دعاءنا، وأسفل سترك الجميل علينا إلهنا. وما وفقتنا له من الخير في هذا الحج أو قبله نستودعك ذلك، فاقبله واحفظه واجعله لنا عندك وديعة لا يتطرق إليه رياء ولا عجب ولا كبر ولا محبط من المحبطات، حتى نلقاك وهو عندك محفوظ. يا الله يا الله يا الله، ها نحن بين يديك والحال لا يخفى عليك. إلهنا لا تسود من هذه الوجوه وجها، ولا وجوه أهلينا وأولادنا ومن يسمعنا ومن والينا، فلا نافيك. بيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة في موقف الحسرة والندامة، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تفضحنا يا مولانا في حاضر القيامة بموبقات الآثام، واعف عنا ما ارتكبنا من الحرام. نعم يا ربنا، نعم يا ربنا، ها نحن بين يديك يا ربي، وقد عاهدتنا عهدا وقد كان منا ما كان، وها نحن الآن بين يديك وهذه أيدينا، فبيد محمد حبيبك وصفيك والأيدي التي بايعته وقلت عنها في كتابك إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، نرجع إلى عهدك الذي عهدتنا عليه، نعود إلى ميثاقك الذي واثقتنا به. يا ربي تبنا، يا ربي ندمنا على ما كان منا، فاجعلها توبة مقبولة، اجعلها توبة مقبولة، اجعلها توبة مقبولة نصوحا، لا ننقض عقدها، لا ننكث عهدها، لا نخلف وعدها، لا نعود بعدها إلى سيئة. يا الله نستودعك أسماعنا فاحفظها من سماع الحرام، نستودعك أبصارنا فاحفظها من نظر الحرام، لا نظرت إلى عورة، لا نظرت إلى شهوة محرمة، لا نظرت إلى مسلم بعين احتقار، لا نظرت إلى دنيا بعين تعظيم، لا رأت في وجه مسلم ذلة، ولا رأت في وجه كافر عزة. يا الله صن هذه العيون، صن هذه العيون، يا من يقول للشيء كن فيكون، يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، احفظها من الخيانة بعد اليوم. يا الله لا خان منا بصر، ولا خان منا سمع، ولا خانت منا لسان، ولا خان منا فرج، ولا خانت منا يد، ولا خانت منا رجل، ولا خان منا قلب، بعد هذه الليلة، بعد هذا اليوم، بعد هذا الموقف، بعد هذا السؤال، بعد هذا الطلب، بعد دق باب كرمك وقرع باب رحمتك، فإننا مهما كان منا لا نجد غيرك ولا نجد سواك، ولا نجد ملجأ إلا أنت. ارحمنا 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 يا خير الراحم، يا خير الراحمين، يا أرحم الراحمين. بلغنا أنه إذا قال عبد لك يا أرحم الراحمين ثلاثا ناداه ملك إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فسل، وإنا نسألك يا أرحم الراحمين
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. هل تبقي فينا مردودة؟ هل تبقي فينا محروما؟ هل تبقي فينا مقطوعا؟ وعزتك لا يكون ذلك من كرمك ولا يكون ذلك من جودك وإحسانك. فبمحمد ومن أحببته والكتاب الذي أنزلته لا تجعل فينا محروما، لا تجعل فينا شقيا، لا تجعل فينا محجوبا، لا تجعل فينا مطرودا، ولا في ديارنا يا رب، ولا في طلابنا يا رب، ولا في أهلنا يا رب. يا رب العالمين اقبلنا 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 وافتح الباب لنا وافتح الباب لنا وافتح الباب لنا وافتح الباب لنا. دعاء حبيبك حققه فينا، دعاء حبيبك اجبه فينا، دعاء حبيبك اثبته فينا، دعاء حبيبك اجعلنا مجلس استجابتك له يا الله. فأنفسنا واكتب ما بين أيدينا وما معنا فداء للعين التي بكت لك من أجلنا، فداء لعين محمد قد بكت لك من أجلنا وتضرعت لك في شاننا. بحق تلك العين ارحم هذه العيون وارحم هذه القلوب وارحم هذه النفوس وارحم هذه الأعضاء وارحم هذه الجوارح يا رب، واربطها بذاك القلب واربطها بتلك العين واربطها بتلك الجوارح. سيدنا مولانا سر قلبه بنا ونحن في هذا الموقف، لا تجعل منا واحدا إلا وهو في جندك وجندك وأهل ودك وودك وأنصارك وأنصاره. اجعلنا أنصاره قولا وفعلا، حالا وضميرا، صدقا ونية، بالأنفس والأموال والأهل والأولاد وكل ما أعطيتنا. اجعلنا من أنصار هذا النبي، أتباع هذا النبي، وخادمي أمة هذا النبي، حتى تحشرنا غدا مع هذا النبي. لا يتخلف منا أحد يا الله يا الله. إلى أين يتخلف من يتخلف؟ إلى أين؟ إلى أين يتخلف من يتخلف؟ أين يذهب به؟ أين يذهب به؟ مع من يكون؟ في أي زمرة يدخل؟ إلى أي مآل يؤول؟ إلى أي مصير يسير؟ لا خلفتنا عن محمد، بحق سيدنا محمد لا خلفت منا أحدا عن نبي محمد. في يوم قلت فيه يوم لا يخزي الله النبي، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه 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 نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. ربي ربي معه اجعلنا، ربنا اجعلنا ممن عنيتهم بهذه الآية، ممن أردتهم بهذه الآية، ممن أدركتهم بهذه الآية. الذين آمنوا معه فلا تسود وجوههم ولا يعطى أحد منهم كتابه بشماله من وراء ظهره، ولا تظهر قبيحة أحد ولا فضيحة أحد ولا عورة أحد ولا سيئة أحد معه يا ربي. فلا يخف ميزان أحد منهم معه يا ربي، فلا يسقط أحد عند المرور على الصراط، ولا تتعلق به الكلاليب التي هي كشوك السعداني لا يعلم قدر عظمها إلا أنت. اللهم مع محمد اجعلنا، مع محمد احشرنا، ومعه أدخلنا، وعلى الصراط مر بنا معه يا الله. في ظل العرش اجعلنا معه وعلى حوضه المورود. والآن تفضل على المقبل منا بشربة من كاس وداده، وغدا أمن على الجميع بشربة من حوضه،
لا نظمى بعدها أبدا. يا مرسل نبي الهدى ومنقذنا به من الردى، آمنا بك وبرسولك وما جاء به، فثبتنا على الإيمان وقوي لنا الإيمان، جعلنا في كل لحظة نزداد إيمانا، في كل ليلة نزداد إيمانا، في كل ساعة نزداد إيمانا. يا الله يا الله. أسعدكم ربي بندائه وبدعائه، أتدرون تنادون من؟ تدعون من؟ تخاطبون من؟ تسألون من؟ ترتجون من؟ فمن نحن حتى يأذن لنا؟ لكن جوده وصل إلينا، أذن لنا أن ندعوه ووفقنا لذلك. فما أسعدنا بقولي يا الله، فمن قلوبكم قولوها. تدرون أي اسم هذا؟ تدرون أي اسم هذا؟ تدرون اسم من هذا؟ الله. قل يا الله، قل يا الله بالقلب واللسان وبجميع الأركان. ما ناديت بمثل هذا النداء ولا خرجت من لسانك عزم هذه الكلمة. يا الله يا الله. ذخيرة لخواتيمهم فاختم لنا ولهم بالحسنى. يا الله. قل يا الله بكلية. قل يا الله. ذخيرة لقبورنا وقبورهم فاجعلها رياضا من رياض الجنة، لا تجعل قبر أحد منا حفرة من حفر النار. يا الله. قبور الآباء والأمهات، الأجداد والجدات، ذوي الحقوق علينا، مشايخنا في الدين. يا الله. زدها نورا وأنسا وحبورا. يا الله. قل يا الله. قل يا الله. ذخيرة لهم وأهلهم، لا تفرق بينهم يوم القيامة، ولا ترهم مكروها يوم الطام، ولا تعرضهم للعذاب يوم الحسرة والندام. يا الله يا الله. مع أهلنا وأولادنا احشرنا جميعا في زمرة حبيبك، في زمرة صفيك، في زمرة نبيك، في زمرة رسولك. يا الله يا الله. وقل يا الله. وقل يا الله. وقل يا الله. يا الله. وعزته إنه يسمعك. إنه يسمعك. إنه يسمعك. الله يسمعك. الله يسمعك. الله يسمعك. الله يسمعك. الله يسمعك. يا الله يا الله يا الله. يا الله. ذخيرة لهم من شرور الدارين، ادفع عنهم وعن أهليهم كل سحر ومكر وعين كل عين. يا ربي نقضنا سحر أهل سحري وأبطلناه بقوتك وقدرتك استجابتك لأهل عرفة. فادفع عنهم الأسحار، وادفع عنهم العيون، وادفع عنهم الشر والأشرار. يا الله. واحمهم من كيد النفس، واحمهم من كيد الشيطان. يا من أسعدتهم بندائك، أسعدتهم بدعائك، ولم أكن بدعائك ربي شقية، ولم أكن بدعائك ربي شقية. إلهنا، بحت أصوات الصحابة في هذه المواطن وهم في زمرة الحبيب فأجابتهم. إلهي لبيك 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 لبيك. ثبتنا على التلبية، ثبتنا على التلبية، ثبتنا على التلبية. يا الله. تبح لك أصواتنا بطلب ما عندك وهربا مما عندنا، فبما عندك استر ما عندنا.
بما عندك أصلح ما عندنا، بما عندك اكفنا شر ما عندنا. يا الله يا الله يا الله، نعم المدعو مدعوكم، نعم المرجو مرجوكم. كم من إنسان مرمي الآن على باب عصيان، أو باب إنسان، أو باب مؤسسة، أو باب مخلوق، وأنتم على باب من؟ أعزكم بذلك. أتم عليهم النعمة يا رب، أتم عليهم النعمة يا رب. عرف هذه الوجوه على بعضها البعض في يوم العرض على الحوض المورود تحت لواء الحمد وفي ظل العرش وفي الجنة وفي الجنة وفي الجنة وفي الجنة وفي الجنة وفي الجنة، من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب يا رب العالمين. إلهنا يا إلهنا، جنبهم المعاصي واجعلهم ممن يذرون ظاهر الإثم وباطن. إلهي يا إلهي، لا تخيب رجاءنا، لا ترد دعانا. يا إلهنا، من ورائهم أهل، من ورائهم أصحاب، من ورائهم جيران، من ورائهم أهل بلدان. إلهنا، انظر إلى بلدان المسلمين في ليلتنا هذه، في ساعتنا هذه، واخصص أهل سوريا، واخصص أهل سوريا نظرة فرج، نظرة رحمة. أرنا سر دعوة النبي بالبركة لأهل الشام، أرنا إياها، أشدنا إياها، مرفوعة فيها رايات الحق، رايات الهدى، رايات البر، رايات التقوى. أخذوا الأعداء دين، أخذوا الأعداء دين، أخذوا من يضر المسلمين ومن يؤذي المسلمين، لا تبلغهم مراد، ونارهم تصبح رماد. بكافها يا عين صاد، في الحال ولو خائبين، في الحال ولو خائبين. يا الله يا الله، استحلوها فهي حالها، ومن استحلاها هنا ظهرت حلاوتها له من عند الغرغرة فما بعدها. حالها يا الله، لذيذة يا الله، طيبة يا الله. التجئوا إليه، تذللوا بين يديه، وقولوا يا الله يا الله يا الله. يا الله 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 يا رحيم يا رحمن 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 يا رحيم يا حي يا قيوم 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 يا منان يا كريم يا حي يا قيوم يا منان يا كريم 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 يا منان يا كريم
يا منان يا كريم يا منان يا كريم يا منان يا كريم يا منان يا كريم يا منان يا كريم يا منان يا كريم يا منان يا كريم يا منان يا كريم يا سميع يا عليم 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 يا علي يا عظيم 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 سألناك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات وذاتك العلية ومحبوبيك وأهل حضرتك أن تجعلنا أجمعين ممن سبقت لهم منك الحسنى وتختم لنا بها في عافية تحيينا مستمسكين بعروتك الوثقى موفين بعهدك ثابتين على ما تحب منا مختومة أعمارنا بلا إله إلا الله لا إله إلا الله اجعلها آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله لا إله إلا الله اختم بها أعمارنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله احشرنا في زمرة خواص أهلها يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين ولهم مرضى وبيدك الشفاء فاشفي مرضاه آمين فاشفي مرضاه يا الله فاشفي مرضاه يا الله ومرضى المسلمين آمين ظاهرا وباطن آمين ولهم حوائج يا قاضي الحاجات اللهم كل ما علمت من حوائجهم فيه الخير لهم علموا أو لم يعلموا فقد الحوائج يا قاضي الحاجات يا خير منزول به يا أكرم معطي يا أجل متفضل يا أسخى جواد يا رب العباد اقضي حوائجه اقضي حوائجه اقضي حوائجه ديني والدنيا والبرزخ والآخرة ما علمنا منها وما لم نعلم يا الله يا الله يا الله يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين سيدنا وما تفضلت بعليهم في هذا المجمع وفي هذه المشاعر وفي هذه الحجة نستودعك إياه فاحفظه عليه نستودعك إياه فاحفظه عليه نستودعك إياه فاحفظه عليه يا الله يا الله لا تخذلهم بعده يا الله يا أرحم الراحمين والآباء والأمهات الأجداد والجدات الأحياء والأموات اغفر للجميع ارفع درجات الجميع خلنا في دائرة الشفيع اجمعنا في دار الكرامة وأنت راض عنا إلهنا إذا كتبت لنا اجتماعا بعد هذا العهد اجعلنا كما نتذكر ونسمع ما يجري من الآفات على الأمة نتذكر فرجك الواسع وغيثك الهامع وإحسانك العظيم يا الله يا الله يا من بيده الأمر ولا بيد غيره إلهنا وقلوب تسلم في الشرق والغرب ثبتها على الإسلام حققها بالإسلام وانشر الإسلام حتى لا يبقى بيت إلا دخله الإسلام كما وعدت حبيبك كما وعدت نبيك وأرنا ذلك وأشهدنا ذلك يا الله لقد عاد من بعض غزواته وأثر التعب عليه وأثر الغبار عليه وأثر العناء عليه فلما استقبلته ابنته الزهراء ورأت ما على وجهه بكت ما يبكيك يا بني قالت على وجهك الغبار وعناء السفر والمشقة
إيها يا بني إن أباك بعث بأمر عظيم، والله ليصلن دين أبيك كل بيت من شجر أو حجر أو مدر في الشرق والغرب بذل ذليل أو عز عزيز. صلي عليه. ما أكثر ما تعب، ما أكثر ما تحمل، صلي عليه. سهر كثيرا، سأل كثيرا، صلي عليه. جاع طويلا وعطش صلى الله عليه وسلم، سافر هاجر غزا غزوة بعد غزوة، صلي عليه. شج جبينه وهو جبين على فوق السماوات وارتلى فوق سدرة المنتهى، ثم يشج في سبيلك على ظهر الأرض، صلي عليه. وكسرت رباعيته وشقت شفته وجرحت وجنته، نفسي له الفداء، نحن له الفداء، سر قلبه بنا بصدقنا معك فيما بعثته به إلينا يا الله يا الله. وأهل المخيم والحملة تولهم بعظيم الولايات، ادفع عنهم جميع الآفات وجميع من في عرفات ومن وراءهم من المؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات، حتى عبدك العاصي أذنت له أن يسأل وجملت له أن يطلب ولذذت له أن يرغب إليك. لك الحمد، لك الحمد، لك الحمد، لك الحمد، لك الحمد، لك الحمد، كما أنت أهله، بما أنت أهله، فأتمم النعمة علينا وعليه، أتمم النعمة علينا وعليه. أوجه الحبيبي كما سألناك أن نراه ويراه في الآخرة فكذلك في الدنيا يا رب. قبل موتهم أرهم إياه، أرهم طلعته الغرة، أرهم وجهه الأزهر وهو راضي وأنت راضي يا الله يا الله. وفر حظنا من رؤية ذاك الوجه في الجنان، وقونا به على الرقي في درجات النظر إلى وجهك الكريم. آمين يا رب، آمين يا رب، آمين يا رب، آمين يا رب، آمين يا رب. إذا ناديتهم وحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أسمعك النداء، أسمعنا ذاك النداء، أسمعنا ذاك النداء، جعلنا مع أهله يا الله يا الله يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. لنا ولهم نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد، ونعوذ بك ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد. إذا باهيت بأهل عرفة ملائكتك في السماوات فاجعلنا في خير من تباهيهم به وأكرمهم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. حل بيننا وبين الذنوب وبين السيئات، وكن لنا ناصرا ومؤيدا وسندا وعدة وعمدة ووكيلا وكفيلا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.